السلام عليكم خاوتي، رانا في مدينة ليون، بالتحديد اوتيل دو فيل. كيما المترو هذه الاوبرا ايليك. قبل ما نبدا نهضر بغيت نوجه تحية للاخ خالد فقير واللي راه يسمعوا فينا كامل. درت انا الفيديو هذا بالنسبه للقادمين الجدد لهنا لمدينه ليون، للشباب اللي ما عندهمش بدون وثائق. اول حاجه لازم ديرها لازم تفتح ادريس. الادريس هذه واش دير بها؟ تحتاجها في لاكارت اد ميديكال، تحتاج جوبه تفتح بها الكونت شي لا بوست عند لا بوست ليفري ا. وكي تفتح كي دير لا كارت تاع الاد ميديكال تقدر ثاني لا كارت تاع الترونسبور تعاود تسلك، تكون تسلك المره الاولى 62 اورو تولي تسلك 17 اورو. بون باه دير لادريس، لادريس هي لازم نديرها الاولى. كاين هنا اسوسياسيون اسمها اليس، راح نوريها لكم. اسوسياسيون جايه في الشارع هذا، جوست لافين تاع الشارع هذا دروات. بون راح نوريها لكم. بون رانا نطلعو في الشارع، لازم تروح ليهم تحكم رونديفو قبل، من بعد يولي يديرولك لادريس. تعد اي برية تجي عندهم. بون خاوتي دروات هذه هي الاسوسياسيون، هذه الجمعية. مسكرين دوكا مغلقين. هاي اوقات العمل تاعهم لاندي او جودي 8:30 حتى 12:30، والجمعة من 10 حتى 12:30. بون هذه هي الاسوسياسيون اليس، اللي حب يجي لهنا يحكم ان رونديفو، ومن بعد كي تجي الرونديفو تاعك يعطوك يفتحوا لك ادريس. صبرني على ما ضرني، نهز الادريس اللي عندي هنا. بون ها يسموها داكور. بعد كي يعطوك الادريس، اول حاجه ديرها تروح لاسيرونس تحكم رونديفو. الرونديفو لازم يكون عندك، لازم يكون عندك لي بروف تاع 3 موا، لازم يكون عندك لي بروف تاع 3 موا بلي راك هنا، بلي راك هنا في فرنسا. بار اكزومبل مش عارف انا تحكم رونديفو عند طبيب بي تاع ترونسبور تاع تي جي في، تشري ابيس، هذا هما لي بروف. ابري تروح لهم كي لحق رونديفو تاعك تعطيهم، دير فوتوكوبي على الباسبور تاعك كامل، دير فوتوكوبي على الباسبور كامل، ويعطوك واحد لامبريمي ثاني تاع مرها، وتدي لهم لي بروف هذوك، يعطوك لاكارت. هذه هي لاكارت اد ميديكال، يعطوك لاكارت تاع الاد ميديكال. تروح تدي لاكارت تاعك تاع الترونسبور، تديها لتسيال. تسيال هي الشركة تاع الترونسبور، يعطوك تولي تسلك هاي لاكارت. كنت تسلك 62 اورو
وليت لك 17. ومن طون ثاني تروح لابوس تحكم رونديفو تقول لهم نحوس نفتح كونت ليفري ا، تعطيهم هذيك الورقه اللي يعطوها لك الجمعيه هذيك لاسوسياسيون اليس، و وتدي الباسبور تاعك لا بيس ديدونتيتي يفتحوا لك كونت. بون خاوتي شنو نقول لكم، ربي يوفقكم والسلام عليكم، تهلاو في رواحكم.